صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا موضوع حلقتنا النهارده موضوع حيوي الحقيقه، واتكلمنا فيه من قبل من خلال برنامج الاقتصاد والناس، الا وهو زياده الصادرات المصريه بكل اشكالها، سواء كانت صادرات بتروليه او صناعات تصنيعيه. والنهارده بنتكلم على الصادرات المصريه بشكل عام الغير بتروليه، والحقيقه هناك استراتيجيه مصريه لمحاوله النهوض بهذه الصادرات. فما هي التحديات امام هذه الاستراتيجيه، وكيف نصل الى مبلغ 100 مليار دولار صادرات كما قال السيد رئيس الجمهورية من قبل؟ حول هذا الموضوع صديقي المشاهد هيدور حوارنا النهاردة. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني النهاردة منورنا ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ سامح زكي، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة. أهلا بحضرتك أستاذ سامح. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بيك. أهلا بيك. طيب، ملف التصدير ملف الحقيقة يعني غاية في الأهمية على ما أعتقد، خاصة في المرحلة الأخيرة. معلش ابتدي مع حضرتك، منذ فتره الكورونا نقول انه حصل نقدر نقول شبه لخبطه في سلسله التجاره العالميه وسلاسل الامداد الموجوده، ويمكن اعاده تنظيم لعدد كبير جدا من هذه المنظومه العالميه، مرورا بطبعا الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي اثرت بشكل سلبي جدا على حركه التجاره العالميه. هل ده يمنحنا فرصه اكبر لفتح اسواق جديده، ولا ده اثر علينا بالسلب في المرحله اللي فاتت؟ هو فعلا لحسن الحظ ان احنا كان قرار يعني فتح المصانع والاستمرار العمل خلال فترة كورونا اللي كان العالم كله تقريبا متوقف فيها، ادتنا يعني ميزة الحمد لله كانت نسبية في ان احنا كنا بنغطي طلبات الدول المختلفة من السلع اللي كانت في مناطق أخرى تم نقصها نتيجة إيقافها، نتيجة إيقاف العمل في المصانع ووحدات الإنتاجية. فكان الحمد لله يعني حققنا فيها يعني معدلات تصديرية جيدة ومعدلات نمو في الناتج القومي جيدة أيضا. صحيح. وده لحسن الحظ. فهو التشالنج بقتي أو التحدي بالنسبة لنا أن احنا نكمل على نفس المنهاج والمستوى في التنمية والتصنيع من أجل التصدير، وهو ده يعني فخامة الرئيس نوه عليه وأكد عليه في كذا مناسبة أن احنا عاوزين نوصل. يعني أنا سمعت تقديم حضرتك قلت 100 مليار دولار، لا هو تعدل الرقم بقى 145 أو 150 مليار دولار بإذن الله. ودايما أنا بقوله ده الحلم الممكن. ما انا كنت لسه اسال يعني هل ده رقم واقعي في ظل الظروف الاقتصاديه الجيوسياسيه حتى الحاليه اللي موجوده في الدنيا؟ ما احنا لازم نشتغل من الوقت، احنا بنتكلم على المستهدف كمان 6 سنين 2030، وده ممكن يتحقق باذن الله. طبعا محتاج شغل كبير ومجهود يعني كبير من كل الاطراف، ان كان مصنعين كان منتجين مزارعين. المنظومة كلها التصديرية في مصر لازم تتكاتف وتتوحد للوصول للهدف ده. أنا شايف من وجهة نظري ومن المطبخ بقى احنا كمصدرين انه ممكن يتحقق بمجهود مضاعف هنوصل له، بعكس القطاعات الاخرى اللي هي موارد النقد الاجنبي اللي بتخش للدولة المصرية، ان كانت من قناة السويس او من تحويلات العاملين بالخارج او السياحة او الصادرات البترولية. كل ده ما اظنش ان هو حتى والسياحة كمان بالمتفائلين جدا، و
وبالورق والقلم صعب انه يعمل الطفرات اللي احنا بنتكلم عليها. بالظبط، هو اقواهم حتى الان تحويلات المصريين بالخارج بعد تحرير سعر الصرف. بالظبط يعني وقبل تحرير اما وقت ما كانت الاعلى مستوى ليها كانت وصلت حوالي 37 او 36 مليار دولار. بالظبط، فاللي هو تقريبا بتعادل قيمه الصادرات بتاعتنا. تمام، ف يعني بالاعتبارات كثيره ما اظنش ان في حاجه من موارد النقد الاجنبي هتزيد باللي احنا بنتكلم عليه. مزبوط، ان احنا بنتكلم تقريبا اربع اضعاف. صحيح، المستهدف ده ممكن في التصدير لو متوقف عليه. يعني متوقف هو الثقافه العامه للشعب نفسه وللبلد كلها، ان يبقى التصدير ده هدف قومي بالنسبه لنا، هو ده اللي هيوصلنا فعلا للطفرات. اما حضرتك بتتكلم دلوقتي يعني اقل من 40 مليار دولار عاوز توصلهم 150 مليار دولار بمجهود، بس المقاومات عندك هي دي يعني. برضه عشان نشرح للساده المشاهدين ايه مقومات دوله انها تقوم بزياده حجم صادراتها بالشكل الكبير ده خلال 6 سنوات. عندك الحمد لله ربنا يعني حبى مصر ب يعني موارد كثيره، منها الزراعيه، منها التعدينيه، منها الانتاج المختلف في أوقات كتيرة من السنة، بتبقى تقريبا معظم أوقات السنة عندنا الإنتاج، فده مش متوفر في معظم الأسواق العالمية. تمام، بتبقى موسمية أكتر منها. صحيح، على مدار السنة. صحيح، فزائد ان الوقت عندك البنية التشريعية والاتفاقيات اللي مصر وقعتها مع تكتلات اقتصادية مختلفة، منها الاتفاقية الاتحاد الأوروبي، منها اتفاقية التجارة العربية الموحدة بين الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، انضمامنا وتفعيل من أول السنة 2024 اتفاقية التجارة القارية الحرة الأفريقية. ده كل ده بيدينا، زائد الإفتا، زائد الاتفاقات الكوميسا خلاص دخلت داخل تحت القارية الأفريقية. عندنا اسمه الميركوسور اللي هي بيننا وبين دول أمريكا اللاتينية، اللي هو أكبر أربع اقتصاديات في أمريكا الجنوبية، اللي هي برازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي. وطبعا مع الأخذ في الاعتبار البرازيل قوة اقتصادية صاعدة. صحيح، في السوق العالمي ومنضمة للبريكس. بالزبط، وإحنا انضمينا للبريكس. فكل ده يعني بيدي يعني أنت بقت المنتجات المصرية بتستهدف 2 مليار مستهلك. فانت يعني ده ما كانش موجود قبل كده طبعا. أوكي، كل ده بالاتفاقيات التجارية. فمجرد انه هو اي مستثمر بيجي بيصنع في مصر بياخد المنشأ الصناعة المصرية، بيبقى تتفتح له الأسواق لـ2 مليار مستهلك. جميل، فده رقم كبير جدا. طبعا، وهتلاقي في ناس دول اللي هي العظمى اقتصاديا فرضا زي الصين أو الهند أو روسيا بتستهدف أنها تستثمر في مصر عشان تصنع في مصر، تاخد المنشأ الصفة المنشأ المصري، وبالتالي هتخش أسواق أفريقيا اللي هي حوالي 850 مليون مستهلك، تخش الأسواق الاتحاد الأوروبي. الحاجات دي كلها ليها اعتبارات مختلفة، ودي بتدي لك ميزة ان انت تقدر تزود التصنيع بتاعك والاستثمارات
الخطوات الموجهة للتصدير خصوصا، وتزود هو ده من هنا تحصل الطفرات بإذن الله ونوصل اللي احنا مستهدفين. طب هل مصر من وجهة نظر حضرتك بالنسبة لأي مستثمر أجنبي بالذات، لأن احنا بنحاول نستهدف طبعا الاستثمارات الأجنبية المباشرة طبعا بشكل أساسي، يعني هل ليها ميزة نسبية عن أي دولة أخرى في نقول في الإقليم مثلا ليه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ هو احنا الحمد لله احنا المكان الجغرافي الموقع. بتاع الموقع بتاع مصر على بطل على بحرين، بحر احمر وبحر متوسط وقناة السويس، وتعتبر القلب بتاع المنطقة كلها ما بين اوروبا وما بين اسيا وما بين الشمال وبين الجنوب، فدي يعني ميزة تنافسية كبيرة جدا. زائد احنا مش عاوزين ننسى اهم ميزة عندنا، القوة البشرية والعامل البشري اللي موجود في العمالة مدربة المؤهلة المتعلمة اللي تقدر تغطي المصانع دي، تبقى تشتغل في المصانع اللي هتتفتح بالضبط. يعني احنا ودي كانت ازمة يمكن كنا بنعاني منها منذ يمكن اكتر من 20-30 سنة، انه كان في يد عاملة والايدي العاملة نسبيا طبعا اقل تكلفة من دول اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، ولكن كانت غير مدربة والنوهاو في الصناعة برضو ما كانش موجود بالشكل الكافي. هل العقبات دي تم ازالتها بشكل هو مدربة؟ احنا يعني ماشيين فيها في الحمد لله الدولة المصرية ومع القطاع الخاص المصري المستثمرين المصريين الوطنيين استثمروا في القطاع التدريب والتأهيل بفتح مدارس مختلفة للتأهيل المهني يعني خلاص بقى الفكر بتاع ان الناس كلها لازم تخش ثانوية عامة وتتخرج وكلهم يبقوا دكاترة ومهندسين، دي ازمة اخرى صحيح، لان وجهة النظر لخريج مدرسة فنية كانت وجهة نظر اقل شوية من خريج الجامعة، على الرغم من انه ده بيشتغل وده قاعد ما بيدور على شغل بالظبط. وبالعكس ان هو الخريج المدارس الفنية العالية دي بتديله لو هو متميز بتديله الادفانتج او الميزه ان هو ممكن يكمل بعد كده في كليات الهندسه مزبوط. ده لو عاوز متفوق جدا وخش في مجال بقى التصميم بقى المكن والاجهزه والحاجات دي كلها صحيح. فدي بتؤهل العمالة اللي محتاجاها المصانع والمستثمرين اللي هيجي يستثمروا في مصر، هيلاقوا البنية التحتية، هيلاقوا العمالة، هيلاقوا الأراضي، هيلاقوا الطرق اللي هينقلوا بيها المنتجات بتاعتهم للمواني. وانت شايف حضرتك الفترة الحالية والمؤخرة كنا يعني تم التوجه لرفع كفاءة المواني المصرية مزبوط. كلها وبزيادة الأرصفة وبزيادة الغاطس عشان تستقبل مراكب بحمولات أكبر صحيح. فكل ده بيسهل، وزائد اللي هو محاولة جذب الشركات بتاعة النقل العالمية اللي بتشتغل في نقل الحاويات إنها تشتغل في المواني المصرية وتبقى زي مركز لمنطقة الشرق الأوسط كلها وجنوب أوروبا، إنها تبقى هي دي منطقة التداول الحاويات فيها اللي هو لوجيستكس، يعني لو بنتكلم على مركز لوجيستي لنقل هل ده يعتبر تصدير إن أنا يبقى عندي مركز هنا، أنا مش شرط أصنعه ولكن تبقى بالظبط تيجي تقعد عندي خدمة، دي خدمة دي تعتبر تصدير طبعا.
طبعا انت ما انت بتقدمها للشركات وجهات اجنبيه، وبالتالي بيتعاملوا معاك بالدولار او بالعمله الاجنبيه، وبالتالي ده يعتبر تصدير. اوكي حلو قوي. وهو ده الخدمات يعني، وهو ده اللي احنا عاوزين نوصل له. يعني حضرتك يعني حضرتك تعلم ومعظم الساده المشاهدين يعلمون، سنغافوره قايمه على صناعه اللوجيستكس. بالظبط بالظبط، واخد بال حضرتك، ولكن بشكل يعني بشكل اصغر كتير من قدرات قناه السويس، الى انه طبعًا العائد اللي من هناك اعلى كتير جدا جدا, جداً من عائد قناه السويس جداً. ليه؟ ايه 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 الازمه؟ هم يعني ابتدوا بدري يعني من السبعينيات يمكن يعني كرسوا جهودهم كلها، ما عندهمش هم حته ارض صغيره جدا صحيح، وما عندهمش موارد طبيعيه، وبالتالي لقوا ان هو مقدم الخدمات اللوجستيه للمراكب اللي بتعدي من جنوب شرق اسيا لاوروبا ولا الشرق الاوسط والامريكا، فبقت يعني مركز تداول لوجستي كبير جدا، وهو ده اللي وصلوا له حاليا. هل ممكن نستفيد من خبرات دول زي سنغافور او طبعًا الامارات العربيه المتحده في طبعا ولا ده يعيبنا في شيء يعني؟ لا 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 بالعكس، يعني انا يعني اعتقد ان المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس لمحور قناه السويس عفوا طبعا كان قدام عينيهم التجارب دي كلها، واحنا لازم مش هنبتدي من اول من الاول خالص، مش هنخترع العجله بالظبط احنا هنبتدي من حيث انتهى الاخرون. كويس قوي. بالعكس احنا المفروض ان احنا نطور ويبقى عندنا الميزه الجغرافيه المكان الموقع نستفيد منه، زائد الخبرات المكتسبه من الدول الاخرى اللي سبقتنا في هذا الموضوع، بالتالي هنقدر نبني عليها ويبقى يعني البنى بتاعنا او التطور بتاعنا هيبقى اسرع من طبعًا ان احنا نبتدي من الاول من خالص. البدايه، وده ممكن يعني حضرتك شايف طبعًا خلال يمكن الخمس ست سنوات القادمه ده احتمال كبير او جائز يعني. يعني وهو ده اللي انا متهيألي ان هم يعني المنطقه الاقتصاديه بتاعت قناه السويس شغالين فيها، ومع الهيئه العامه للاستثمار ومع سيادة الوزير التجارة والاستثمار التجارة الخارجية والاستثمار شغالين فيه حاليا، ان هم ماشيين في هذا الاتجاه، ان هم بيهيئوا الـ 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 يعني المنطقة الصناعية هذه او منطقة الاقتصادية لقناة السويس لتواجد الشركات المالتي ناشونال او المتعددة الجنسيات وعبرة القارات والعالمية انها تيجي تستثمر في مصر، وفي حوافز مقدم منها لهم كتير، وهو ده زي ما قلت لحضرتك جزء منها العامل البشري، عندنا القوة العاملة اللي موجودة مش هتحتاج حد يجي من برة صحيح، ولا الكوست بتاعتها بالعكس هيبقى هنا والتنمية سينا، ففي عوامل كثيرة الحمد لله موجودة في مصر. طيب. فده ممكن تمام. ممكن يعني مش حلم صعب المنال خالص، لا الحلم الممكن. اوكي طب كان عندنا برضو معلش انا هتكلم شويه في العقبات، المنتج المصري نفسه جوده المنتج المصري أيوة. هل عشان يقدر ينافس في اسواق بالاخص اسواق غرب اوروبا والولايات المتحده الامريكيه وكندا اللي هي كانت اسواق احنا دايما يعني اكثر صادراتنا خارجه لهذه المناطق يعني أيوة. فيما مضى هل جوده المنتج المصري نفسه محتاجه تطوير لكي يصبح منتج قادر على المنافسة بشكل قوي؟ بص حضرتك، هو احنا كمصدرين كل مصدر عارف احتياجات الزبون بتاعه السوق بتاعه حلو. والسوق بتاعه فهو يعني الناس اللي بتصدر حاليا
المصدرين اللي بيصدروا لأوروبا والأمريكا هم عارفين المتطلبات بتاعة العميل بتاعهم، وبالتالي هم بيوصلوا للستاندردز بتاعة والمواصفات بتاعة العميل والسوق اللي هم بيصدروا له. فثق تماما أن أي منتج بيتصدر من مصر بيبقى مطابق للمواصفات والاشتراطات بتاعت السوق اللي بتتصدر له. فلو احنا بنصدر لأوروبا خضر وفاكهة أو مصنعات غذائية أو ملابس جاهزة، ثق تماما أنها مطابقة للمواصفات وعلى أعلى مستوى موجود في العالم. وسعرها، هل سعرها تنافسي ولا سعرها بيبقى أعلى شوية من المنتج اللي موجود في السوق المحلي عندهم هناك؟ يعني هي سعرها تنافسي، وهنا دور بقى المساندة التصديرية. كنت لسه هدخل في النقطة دي حضرتك، سمعتني، برافو، كويس، تمام. وصندوق دعم الصادرات إيه بقى؟ يعني إيه دوره بالضبط صندوق دعم الصادرات؟ هو بيدرس كل قطاع من قطاعات التصديرية وبيشوف الاحتياجات بتاعته للأسواق المختلفة. وبهذا على هذا الأساس بتتحدد نسبة المساندة التصديرية. هي مساندة يعني عشان تقليل الأعباء اللي على المصدر. كويس. ويعني أنا أحب أن أنا من خلال برنامج حضرتك المتميز أن أنا أشكر برضو صندوق دعم الصادرات ومجلس إدارته اللي هو فيه يعني تمثيل للقطاع الخاص كبير برضو. طب. إن هم حاطين الاستراتيجية بتاعته والقواعد صرف المساندة التصديرية على أساس يعني ليه فكر وبزيادة الصادرات، إن هو بيصرف مساندة تصديرية لقطاعات اللي بتحتاج مساندة تصديرية لكل سلعة في المنطقة بتاعتها. فرضا لأفريقيا عاملين مساندة تصديرية غير النسبة من المنتجات، نسبة قيمة الصادرات بتاعتك. حضرتك فرضا صدرت $100,000 بتاخد نسبة معينة، انت تتراوح من 8-12% على حسب القطاع. كويس. بلس على الكلام ده أو بالإضافة إن هم عاملين برضو بيساهموا 50% من النولون البحري أو النولون اللي هو الشحن. اللي هو قيمة الشحن، دي نسبة كبيرة جدا من قيمة المنتج في الشحن، خصوصا الأفريقي، عشان عارفين ان احنا ما فيش للأسف خطوط منتظمة. صحيح. حتى الآن. صحيح. بيننا وبين الدول الأفريقية. وبالتالي بيحطت 50%، وفي دول بتوصل 100%. الدول الحبيسة غالبا اللي ما لهاش موانئ ولا طبعا يعني كل بقى متصنفة. أوكي. زائد ان هو مدي دعم صادرات او مساندة تصديرية ازيد للمناطق الانتاج في مصر الحدودية او اللي موجودة في الصعيد. كويس قوي. فده قوي. تشجيعا طبعا للقطاع الخاص والمنتجين والمصنعين انهم يتجهوا ان يستثمروا مصانعهم في الصعيد وفي المناطق الحدودية. النبي المباشر انه يجي يفتح هناك. بالزبط. في الاماكن اللي محتاجة يعني عمال. بمثال انا مش عاوز اذكر اسماء. في شركات اجنبية فتحت في الصعيد. في الصعيد للاستفادة من الدعم التصدير. وده بالزبط. يسري على المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي. بالظبط. دعم الصادرات زائد كمان في مزايا كثيرة بتقدم منها لهم، قيمة الأرض، الإعفاء من الضرائب، في مزايا كثيرة هم. كبير من المزايا. وحضرتك شايف إنه ده في النهاية هيوصلنا للهدف الرئيسي لتصدير برقم محدد في على 2030 ان شاء الله. باذن الله. ميرسي يا استاذ سامح، معلش تعبنا حضرتك معانا النهارده، ويعني نورتنا بمعلومات غايه في الاهميه الحقيقه، يعني صديقي المشاهد. طبعا استاذنا الاستاذ سامح زكي اتكلم بمنتهى الامانه الحقيقه حول الوضع
والجهود التي تبذل حاليا وإمكانيات مصر اللي موجودة بالفعل وبدأت في التطور في المرحلة القادمة للوصول إلى صادرات مصرية برقم يوازي أو يضاهي حتى كل مصادر الدخل الأجنبي الموجودة، وده هيحللنا عدد كبير جدا من المشاكل الاقتصادية الحالية. حابب أشكر شكر جزيل للغاية أستاذنا الأستاذ سامح زكي رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة. نشكرك صديقي المشاهد وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد.